يعني النهارده يوم حقيقة سعيد جدا نبدأ نحن نكون موجودين النهارده في وزارة من وزارات مهمة جدا لكل الناس، وزارة المحبة، وزارة التنمية، وزارة البعد الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتاخدها وزيرة عندها زميلة عزيزة معالي الوزيرة الدكتورة نادين قباش، عندها نفس ملامح شخصية الوزارة، نفس ملامح ومتطلبات شخصية الوزارة. في الحقيقة كلنا بنتحسس ونتلمس ونشاهد ونرى ما تقوم به معالي الوزيرة، وأيضا كل الزملاء الموجودين في وزارة التضامن الاجتماعي من فكر وعمل في كل شرف موجود على أرض مصر. ده طبعا جاي ناتج الرؤية الكبيرة جدا للقيادة السياسية فخامة الرئيس، يتزامن مع التطور الكبير جدا في الدولة المصرية اللي كلنا بنعمل تحت هذه القيادة الحكيمة وأيضا تحت هذه الرؤية، لكن مع مصر الجديدة. مصر الجديدة هو ما بقاش مصطلح لكن بقى معنى ومضمون كلنا ايضا شايفينه في كل المجالات، مش في مجال واحد، مش في مشروع واحد، مش في قطاع واحد، لكن مصر اتغيرت وتتغير وهتتغير للافضل وللاحسن في كل احوالها وفي كل طريقتها، وده بينقل الى الحكومه المصريه. الحكومه المصريه وعلى راسها دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللي احنا النهارده موجودين يعني في رساله تقول ان الحكومه المصريه بتعمل في مرحله التشكيك والتالف والانسجام لاهداف واحده. الاهداف الواحده هي جمهوريه مصر العربيه الجديده، هي التطوير، هي كل ابناء مصر من كل القطاعات. هي النهارده انا يعني قاعد وشارك الحاجات الجميله جدا اللي موجوده. المبادره خارجه من القلب، خارجه من المجتمع، خارجه من ولادنا في كل مجال. المبادره يعني ان شاء الله احنا كمان في جزء صغير مع معالي الوزيره للامكانيات الرياضيه ومؤسساتنا بنتضامن عشان دي ضغط التضامن، فبنتضامن مع كل اللي تؤمن بيه معالي الوزيره من امكانياتنا الرياضيه، امكانياتنا في التنميه الرياضيه، امكانياتنا في قطاع البطوله تحت امر معالي الوزيره، تشكيل كامل لكل مؤسساتنا علشان انتوا ولادنا، لان كمان انا ملاحظ متوسط السن للمتطوعين سن مناسب جدا، سن يسمح بحاجات كتير، لكن السن سابق سنه في الفكر. فكلكم بتتكلموا واقع عقلي وواقع عاطفي كمان مؤهل ان تشحنوا البطاريات بتاعتكم. احنا نقول يعني احنا موجودين في كل مؤسساتنا، تعالوا مع معالي الوزيره كان بيتكلمني في مراكز الشباب في انديه، نحط كل الامكانيات على بعضها ان شاء الله نشوفكم كمان بتتبوأوا في المستقبل القريب مراكز كبيره جدا لتفوقكم الاجتماعي والتفوق العلمي. انا بشكر معالي الوزيره، بشكر سيدتها على اتاحه هذه الفرصه الكبيره ان احنا يعني نكون موجودين النهارده، والدور الرياضي في هذا التشكيل مهم جدا، واحنا بنتعاون كمان في الرياضه في حاجات كتيره جدا بصفه خاصه. لو بنقول على مستوى ذوي القدرات الخاصه ففي اتحاد كبير موجود بياخد بطولات وبيشارك في حاجات كتيره جدا، معالي الوزيره بتدفع بيه دفع كبير جدا، واحنا كمان يعني معاكم ومعاهم، ورحنا سواء اماكن بره وعملنا اكتر من حدث كبير جدا وبرعايه حكومه الرئيس في الحقيقه. فبالتالي ان شاء الله من خلالكم تطوير الرياضه في منظومتنا ومنظومه التضامن الاجتماعي، ومن خلال التضامن الاجتماعي هتطور معالي الوزيره حاجات كتير في مراكز الشباب وفي الانديه لقطاعات مختلفه، قطاعات الفتاه والمراه، القطاعات الاسريه اللي موجوده، المؤسسات الشبابيه الرياضيه
فيها كتير، لكن احنا كمان يعني مع وزارة الاتصال الاجتماعي في رؤيتها في كل اللي بتقوم بيه وبتعمله احنا موجودين، والعكس صحيح. شكرا والسلام عليكم.